طيب انا هروح الم الغسيله عشان شكلها هتمطر. ربنا معاك يا توتة. ولا يا عاطر. انت مستني اما ادعي في المطره؟ خليكي مكانك لو سمحت. هدعي لك والله بس المطره هتخلص. لا ما هي مطرت وخلصت. والنبي والنبي يا خالد بجد. امال ايه؟ وكانت هترخ على دماغنا نار جهنم والبركه في حضرتك. لا بقى اوعى تكون فاكرني خايفه منك ولا حاجه، ولا بتمنى يعني النور يقطع علشان ما اشوفش عينيك اللي بتبرق لي دي، ولا جارتي تقعد ترغي معايا واهرب منك. لا على فكره انا سبقتك وروحت يعني علشان بس كده يعني ما تقعدش تهزقني قدام الناس. الركب اللي بتترعش دي من البرد، انا مش خايفه. لا خايفه يا ماما، خايفه مني عشان عارفه انك عملت مصيبه ومش عايزه تواجهيني. انا بصراحه هموت من الخوف. بس مصيبه ايه؟ ما الراجل خف والكل اتراضى. لكن انا ما اترضيتش يا ماما، حضرتك رضيت الكل ونسيتين انا. فاشر، هو انا خلفت غيرك يا حبيبي؟ حافظ الكلمتين دول، حافظهم كويس قوي. لكن ساعة الجد حضرتك دوست عليا وعلى نفسك عشان تعمل الدكتور اللي كان هيحبسك. يحبسني؟ وكان هيحبسني انا كمان يا ماما. حضرتك ما تعرفيش انك قبل ما تيجي انا قلت الحقيقة في التحقيق، وحضرتك جيتي وكدبتيني. وعشان ايه؟ عشان الدكتور ما يسيبش وظيفة ممكن يلاقيها في أي مكان. لا لا والله أنا ما فكرتش في الكلام ده خالص يا خالد. أنا ما فكرتش في حسن بس. أمال فكرت في إيه؟ فيهم كلهم والله يا ابني. الممرضة اللي أنا قعدت مكانها، والتمرجية اللي هربوا الراجل، غلابة أأذيهم ليه؟ حتى الراجل العيان اللي ربنا أنقذه الحمد لله، أسمم بدنه أقول له كان في واحد عايز يقتلك ليه؟ أنا مش عارف، أنا مش عارف أعمل إيه في طيبتك دي. ده الطيبة دي اللي جابت الفرج. صدق يا خالد الراجل اللي كان هيموت ده بيقول إن شافني وأنا بنقذه. طب ليه ما أكدتيش كلامه يا ماما؟ ليه ما قلتلوش إنك كنت هتموت علشان؟ ليه غلطت نفسك وخليت نفسك محل شك؟ يا ربي أروح منك فين؟ مفيش حد ينقذني من الراجل ده يا رب؟ لا مفيش. طب أروح أجيب الدواء، هروح السويس، صدق ردة مش هتأخر. مش هتروحي في حتة. احنا نستنى حسن لما يجي عشان اعرفه غلطه واجيب لك حقك. طب الباب بيخبط، نسيب الناس على الباب؟ يا خساره، كان نفسي اكمل معاك المواجهه. الحمد لله الباب خبط كده برضه. اقول اهلا يا ابو الروس، اتفضل هعمل لك شاي بسرعه في 4 ساعات بس. ابو الروس ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها ابو الروس ولا ابو فارو حتى؟ ابو فارو اشر عمك يا واد، قصدي سلم على عمك. ازيك يا حاج سيد؟ لا سلام ولا كلام، لا مؤاخذة، اللي حصل ده ما يطلعش من بيت أصول، مش من بيت إبراهيم شبانة. هعمل لك شاي ولا عصير واجي على طول. إيه ده بس يا حاج سيد بس، إحنا ما حبيناش نعرف أهل المنطقة عشان ما يتلموش في المستشفى. هو إيه اللي دخله المستشفى ولا مؤاخذة؟ مش عيل صايع شمام غزه بمطوة بسوستة؟ إيه ده أنت عرفت منين؟ هو في نملة بتدب في المنطقة كلها إلا أما بالروس يعرف ويسمع عنها كل حاجة. عملت لك عصير بسرعة أسهل. اتفضل علي صوتك. علي صوت شوية؟ خلي الحارة كلها تعرف وتيجي تسلم على ابني. الكل لازم يعرف. أيوة. والحارة لازم تسمع. الجربوع ده محدش هيقطعه غير المعلم سيد أبو الروس. اهدى بس يا حاج سيد، احنا مش حمل الموضوع ده. علي الطلاق اللي هجيبه. اللي حصل مع عاطف ده ابن الشهيد إبراهيم شبانة ما ينفعش. وانا على وش الدنيا. طب هات لحسن تدلدق على صدرك وتبهدل الدنيا يا اخوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.